ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الـ 12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل تحت عنوان التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية طموح وتحديات، وده في تمام الساعة 5 مساء. ومن المقرر أن تناقش الورشة ما شهده الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022 من تطورات ومحطات مهمة، حيث ركزت الدولة المصرية على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات لقطاعات البنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الداعمة لنمو الاقتصاد اللي بيقوده القطاع الخاص. النهاردة هتنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج الأول من مبادرة جامعات مستدامة، واللي بيتضمن تنظيم ورش عمل لبناء قدرات طلاب الجامعة المرشحين لتنسيق أعمال النسخة الأولى من المبادرة. النهاردة يستأنف دوري نايل مبارياته بعد فترة توقف دولي طويلة امتدت لأكثر من شهر بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي أقيمت في كوت ديفوار، لتعود المتعة والإثارة في الإيجيبشن ليج بشكل أكبر، خاصة بعد انتهاء موسم الانتقالات الشتوية. وأبرز مباريات النهاردة هتكون الجونة والمصري الساعة 4 عصراً على استاد برج العرب، وسموحة والبنك الأهلي الساعة 7 مساءً على استاد الإسكندرية.